يعني الشارع السوري، من حقنا أن نفرح ولو قليلا، من حقنا أن تتغير وجهة النظر حول سوريا أنها بلد الدمار وبلد الخطر وأخطر بلد في العالم. يعني هو ربما فقط نظرة إيجابية، هل يحق لهم أن يرون هذه النظرة الإيجابية في ظل ما يحدث، أم أن حتى هذا الموضوع هو رفاهية ويعني بعيد عما يحدث في الواقع؟ هلا